أهلا بكم في مقدمة أجوبة إشكاليات عهد قديم. ليه في فرق بين قصة الخلق في تكوين واحد وتكوين اتنين؟ وليه ربنا اللي خلق آدم وحواء عريانين قام بتغطية عيوهم؟ وليه ربنا قام بحماية القاتل قايين وتطمينه؟ وليه ما عاقبش لامك الشرير ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب على معاصيهم؟ وليه ربنا ما قالش في اليوم التاني للخلق إنه رأى ذلك حسنا لما خلق الجلد والمياه فوقها؟ وهل هي دي طاقات السماء اللي اتفتحت وسببت الطوفان؟ وليه ربنا ياخد على نفسه عهود غير مشروطة مع ناس من العهد القديم؟ وإزاي العهود دي ما كانتش عهود تخصهم لكن تخص خلاص العالم كله؟ وهل حقيقي ربنا فعلاً أمر بإبادة عرقية لشعوب عماليق وكنعان وأريحة وغيرهم؟ وليه ربنا ما أهلكش الشيطان زي ما أهلك الناس في الطوفان وفي سدوم وعمورة؟ وهل شعب إسرائيل اللي خرجوا من مصر وهلكوا في البرية ما دخلوش أرض الموعد بس ولا هلكوا روحياً وأبدياً كمان؟ وهل العهد القديم صحيح بيشجع على العبودية؟ وإيه الكتاب المقدس بيقصده لما بيقول إن ربنا خلق الظلمة والشر؟ وهل صحيح ربنا هو اللي قسى قلب فرعون؟ وأسئلة أكتر من كده بكتير بنناقشها في الكورس، فافتكر احتفظ بالفيديو وشاركه مع أصحابك.